اسمح لي أختم بموضوع لا يمكن أن نتجاوزه، تطور بشكل مختصر. تقارير استخباراتية تحدث عن استهداف إيراني محتمل لأهداف سعودية، هل يمكن أن تقوم طهران بتصدير أزمتها إلى الخارج بضرب أهداف داخل السعودية في الساعات القادمة؟ أعتقد بأن إيران غير قادرة الآن على مثل هذا الإجراء، يعني لأسباب كثيرة. أولا بأن الجبهة الداخلية لديها يعني ضعيفة جدا وغير متماسكة، وهناك إشكالات كبيرة جدا تواجه قوى الأمن الداخلي في السيطرة على المظاهرات التي انطلقت في إيران خلال الفترة الماضية، وهناك تهديد من قبل الحرس الثوري الإيراني باستخدام القوة لغلق، ولكنها قد تكلف يعني أذرعها في المنطقة للقيام بهذه المهمة باتجاه العربية السعودية. هذا بضوء أخضر أمريكي أنا لا أقول بضوء أخضر أمريكي، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لديها إشكال حقيقي مع السعودية، على العلم من أن التصريحات السياسية تخرج بأنها ستدافع عن الشركاء، ولكنها لم تفعلها لا في الفترة الماضية ولا أعتقد بأنها ستفعلها اليوم. على الحرس الثوري الإيراني، هل يمكن أن يضرب منشآت نفطية، منشآت طاقة في السعودية؟ سوف تضرب من قبل، أنا أعتقد من قبل أذرع إيران وليس إيران مباشرة. شكرا جزيلا لك ساعة العقيد حاتم الفلاحي، شرفتنا كالعادة في استديو التاسع. شكرا لكم مشاهدين الكرام، دمتم في أمان الله.